السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال اخواني اخواتي؟ عساكم طيبين. نتكلم عن بعض المعارف المهمة اللي لابد ان تكون عندك في صناعة العطور. حاب انك تستزيد مثلا في عالم التقطير والزيوت، فلابد انك تعرف في الاورجانيك كيمستري، الكيمياء العضوية، ايضا في الكحول الكيمياء العضوية، ايضا في الزيوت الاولية الكيمياء العضوية، طبعا اللي هي الاروما كيميكلز. من الاشياء المهمه حاب مثلا تعرف قضيه تحليل الزيوت وتقارير الجي سي ام اس، اللي هي موضوع تحليل الزيت ومعرفه العناصر الموجوده فيه. فانت تحتاج الى الكيمياء التحليليه، حاب انك تكشف الغش في بعض المنتجات، كيمياء تحليليه. فهذا النوع من المعارف، النوع من الكيمياء كتخصص، انا ارى شخصيا انه جدا مهم، ولابد ايضا مفهوم الكيمياء التحليليه راح يساعدك على الاتي: انك تفهم اجهزه التحليل اللي هو الجي سي ام اس، الجاز كروماتوجرافي، كيف تشتغل وبناء على ايش تشتغل، والداتا بيس تبعها وقاعده بيانات العناصر الموجوده كيف يتم تحليلها، وكيف يعمل هذا الجهاز اصلا ويفرز هذه المواد ويظهر لك والله مثلا ان في هذا الزيت العطري يوجد مثلا المادة الفلانية بنسبة كذا مثلا، او كيف يمكنك ان تتلاعب على الجي سي ام اس باضافة عنصر مثلا بسيط بكمية بسيطة. بحيث يا احبة لابد ان الشخص يعرف العلم المطلوب تعلمه للتبحر والتوسع في المجال تبعك. فانت حاب مثلا انك تدخل في موضوع تصميم العطور، وكيف انك تصعب من عملية النسخ للزيت تبعك او لعطرك، فلما تدخل في الاورجانيك كيمستري او الكيمياء العضوية راح تعرف انه الزيت الطبيعي يتكون من مركبات متعددة. ندخل للكيمياء التحليلية، الزيت يتم تحليله عن طريق مثلا كروماتوغرافي. النسبة اللي ما يكشفها الجهاز تقريبا 3% فاقل. فانت لما تعرف المعلومة هذه تلعب على موضوع عدد المركبات، فتضيف زيت عطري طبيعي بنسبة اقل من 3%، فلما يقرأ الجهاز تقرأ يطلع لك تموجات غير واضحة بشكل هذا. لكن الان راح اصورها لكم الفرق لما تحط زيت طبيعي وزيت غير طبيعي وكيف. زي ما شفنا في الصورة انه بإضافة الزيت الطبيعي بنسبة اقل من 3% او النسبة التي لا يقرأها الجهاز، راح يتم التلاعب على الجهاز في كشف العناصر الموجودة في الزيت. هذا جزء بسيط جدا 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 من الكيمياء التحليلية، لا يقاس بما ستتعلمه وستعرفه اذا تبحرت فيها. فهذه الامور للأسف ما هي موجودة عندنا في الوطن العربي، ويكاد صانع العطر أو المنتج العطر عندنا يجهل حتى أبسط الأمور في التركيبة العطرية، فقط يتعامل مع عناصر وروائح عطرية. فخلاصة القول أنه يؤخذ هذا المجال بشكل علمي بحت، وصدقوني مع الموهبة وحب الاستطلاع راح تتعلم الكثير والكثير إذا تبحرت في المجال بشكل علمي بحت. ألقاكم على خير، بالتوفيق.